من تل أبيب يوسي يونا، عضو سابق في الكنيست. أستاذ يوسي، بداية، هذه الهدن وافقت عليها إسرائيل، وافقت على التمديد، على أي اعتبار وافقت إسرائيل؟ لماذا معنية بهذا التمديد؟ مساء الخير. اولا طبعا الامر المهم اللي هو اكثر اهميه في اسرائيل، او اذا في هناك طبعا احتمال او مجال ل صفقه اضافيه لتبادل الاسرى، هذا الامر الذي يسود حاليا قرار اسرائيل. وكيفما تعلم الجمهور الإسرائيلي بإكماله ما عدا فئات ضائلة يريد أن استعادة المحتجزين في غزة، لأنه يناسب أهمية عميقة واسعة لهذا الإشي. لذلك مما أدى إلى هذا الاستعداد من قبل إسرائيل حسب رأيي أنه تستمر الهدنة. كان نتنياهو يتبجح ويقول سنفرج عنهم من دون أي تفاوض ولا صفقات، بل بالقوة العسكرية. الآن لا نرى ذلك، نرى أنه أفرج عنهم ضمن صفقات. لا رأينا يعني نهاية المطاف لهذا الإشي. هذه التصريحات من قبل نتنياهو، تصريحات من قبل نتنياهو. أنا أقول أنه في يمكن أنه نوع من التناقض الداخلي، لأنه كيفما أعلم وفقا للتصريحات، وفقا للأمور التي تجري حاليا، أنه هناك استعداد من قبل إسرائيل، وخاصة كيفما أسلفت أنه الجمهور الإسرائيلي، الشارع الإسرائيلي يؤيد هذه الصفقات. وطبعا ليس هناك أنه ارتجاع أو انسحاب من الأمر الآخر، وهو استئصال حركة حماس أو على الأقل تقليل قدرتها العسكرية في غزة، لكن هذا يمكن أنه هذا شيء مفروض على إسرائيل، بأنه في هناك يعني موقف ازدواجي، استئصال حركة حماس من غزة وتحرير المحتجزين في غزة. يبدو بأنه تحرير المحتجزين في غزة يمكن صعدت لأول مكان في سلم الأولويات. أي طبعا الجمهور الإسرائيلي، ويمكن أنه للحكومة الإسرائيلية. طيب كمان أنه يعني الإفراج عنهم في شمال غزة، وكان الجيش يقول أنه سيطر وبين مزدوجين، بالمصطلح عندكم يعني طهر بين مزدوجين الشمال. طيب الآن عناصر حماس بعرض عسكري ولو خفيف وأفرجوا عن الرهائن في تلك المنطقة، الأمر اللي أثار تعجب واستهجان واستغراب لدى الجمهور العام الإسرائيلي. طلع أنا لست يعني مختص بشؤون عسكرية، ولا لا أنا ما بسألك يعني عسكري، يعني بسألك أنت بتحلل يعني الصورة. فهمت السؤال. ما هي يعني حجم الأضرار لحركة حماس من قبل إسرائيل؟ مين يستطيع أن يقيم هذه الأشياء؟ كيف ما قلت أنا لست مختص في هذه الأشياء، ولا نرى يعني ما يحدث في نهاية المطاف في هذا الشأن. ولذلك لا أريد أن أمنح يعني تعليق واسع وبدقة لهذا التساؤل التي طرحت عليك. بس أنا يا يوسي ما سألتك عسكريا، ده بسألك أنت إسرائيلي، شفت الصورة أنه بيقول نتنياهو والجيش أنهم سيطروا عليها، كيف أنت تلقيت الصورة؟ كيف تلقيت الخبر يعني بأنه تم الإفراج عنهم في تلك المنطقة تحديدا، بيت حنون اللي قالوا أبدوها؟ طلع لأنه أنا ليست لي معلومات خاصة ما عدد المخربين اللي لدينا موجودين في شمال غزة، ما هي الحقائق اللي يعني نتحدث عنها. لذلك
لذلك لا أريد أتعلق، لا أريد م. أن أمنح تعليق لهذا الشيء، لأنه ليس لي معلومات كافية م. في هذا الشأن. وخليني أضيف لهذا الخضاب، بأنه طلع حركة حماس وجودها في قطاع غزة وتهديد طبعا متواصل، تهديد متواصل لدولة إسرائيل، خاصة وقت ما قضية حماس بتقول أنه هي مستعدة وتسعى إلى ارتكاب مجازر جديدة إضافية ضد إسرائيل. وبشكل عام هذا إذا يعني قوة حماس، هذا إذا يعني بس هل حركة قالت حماس هيك بالجملة هكذا. هاي؟ مستعد ارتكاب مجازر؟ ما قالت. طبعا أبو مرزوق قال إحنا مستعدين أن نستعمل أي وسيلة، وسألوه يعني معناها مجازر، جاوب بشكل إيجابي لا لا بس في تردد. انت يا يوسف ليس دفاعا عن احد، في فرق بين، وهم يعني اغلب الفصائل او كل الفصائل الفلسطينيه دائما تصرح وتقول طبعا احنا نحاول قدر الامكان يعني ابعاد او تجنب المدنيين في هذا الصراع، لكن يعني الصراع الا ما يحدث في هذا النوع، لكن المنهجيه التي تتبعها الفصائل هو يعني ضد الاحتلال، بمعنى أهدافهم المشروعة. أنا بسأل على فكرة، الجيش طبعا والمستوطنين طبعا مثلا في الضفة الغربية. انا حاضر. طلع اولا المجازر اللي رايناها قبل شهرين تقريبا، هذه كانت يعني مجازر قصدا لقتل ابرياء، قصدا اغتصاب بنات، قصدا لحروق الجثث خلينا ما نرجع لهذا الموضوع يوسف، لأنه لحد الآن حتى الغرب وحتى الإسرائيليين أنفسهم بدأوا يقولوا طب وين الإثباتات؟ بس بدناش نرجع لأنه هذا تناقشنا فيه كثير. بدي الإثباتات أسألك سؤال موجودة، أخير. لا لا ما 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 حدا الإثباتات أظهر شيء. طبعا الإثباتات يا يوسي يوسي صديقي يوسي العزيز، يوسي لا الإثباتات الموجودة الآن دايما ما سألت. خليني أقترح عليك سؤال، أنا خليني أقترح عليك سؤال. أنا من أنا دوري أسأل، مش 1400 أطرح علي السؤال. 1400 هذا يعني في هناك تشكك في هذا العدد، 1400 لا لا أبرياء الرقم أغلبية. يوسي، الرقم بدأت جريدة هارتس حتى تحدثت عن من قتل هؤلاء المدنيين. الآن في أصوات إسرائيلية بتقول إنه ربما إما بحالة إرباك أو خطأ. ما تطلعش فيي هيك، مش أنا اطلع بجريدة هارتس، مش أنا يعني هي اللي بتقول. يا أخي إذا فيش هناك يعني حقائق يعني ابتدائية مبدئية لهذا الحوار، أنت بتقول هيك وأنا أقول هيك، يعني فيش يعني حقائق بالنسبة لهذا الإشي. وخليني أدعيني أضيف أنه ضيف الميثاق لحركة حماس يسعى إلى إزالة إسرائيل رسميا رسميا. طب يوسي وأنا يوسي أقترح عليك، احنا دخلنا بموضوعات مختلفة، بس اقول لك ما طيب يعني ما انت عندك اعضاء في الكنيست بيدعوا الى يهودية الدولة وانه اختلاع الوجود الفلسطيني، بس خليني اسالك سؤال اخير لانه انتهى الوقت، بس سؤال اخير، كيف تلقيت صور الافراج عن الاسرى الاسرائيليين اللي يقال من خلال التعبير والمختصين بلغة الجسد إنه بأحسن معاملة تلقوها وإنه ودعوا، لدرجة قالوا لأول مرة نرى سجين يودع سجانه، على عكس صورة الأسرى الفلسطينيين اللي خرجوا من السجون الإسرائيلية في دقيقة. أولا بالنسبة للي حكيت عنه، طبعا أنا أنكر يعني هذا الحكي من قبل فئات متطرفة يمنية في الشك، لكن ليس لهم القوة، ليس لهم الجيش التي يعني ضروري أنه إذا يريدون يحققوا عقيدتهم لازمهم جيش، ليس لهم جيش. هاي تعبيرات تصريحات وأنا أدينها يعني طيب بشكل مع انه رسمية قاطع. حكومية تفضل. أنا بقول أي يعني إذا يحكي هيك يتكلم هيك وزير الحكومة أو عضو في البرلمان الإسرائيلي، أنا أقول أنه هذا لا يعقل وليس له مجال في الحلبة السياسية، وفي مش يعني طبعا من ناحية إنسانية
هذا شيء يعني هذا واضح من قبل، وكثير من عدد كبير من الناس من الجمهور الاسرائيلي يعارض طيب هذه لانه انتهى الوقت، التصريحات. بس علق لي على صور الطريقة اللي خرجوا فيها الأسرى الإسرائيليون. بقول لك انا الحقائق اللي موجوده امامنا، اولا ورئيسيا ما حدث 7 اكتوبر، وهذه الحقائق تدل بأن حركة حماس ليس لها تردد بقتل أبرياء، بس اغتصاب أنا بنات و... سألتك عن الإفراج، الإفراج كيف الطريقة بعرف بيودعوا فيهم؟ بعرف، لكن هذا السؤال كأنه يزيح الصورة من اللي حدث 7 أكتوبر، وكأنه هذا طبعا يعني طيب بس حركة حماس. جاوبني، ما أنا استضفتك من 4 5 أسابيع يعني إذا بتتذكر، يمكن احكينا بهذاك الموضوع، بس أنا علق لي على هاي الصور. بقول لك لا، هذا السؤال نفسه في مشكلة فيه، لأنه يزيح الوعي من اللي حدث 7 أكتوبر، كأنه حركة حماس نزلت الضيوف في جنوب إسرائيل وعانقت الناس وعزمتهم، دعتهم أن يجوا على غزة وأشياء من النوع. لهذا المهم أنا المهم بدي هذا المهم الطريقة اللي يعني مستصعب تحكيها، مثلا لا، احكي لأنه رأيك. بقول لك ليه؟ لا، بقول لك لماذا؟ لأنه هذا السؤال نفسه يريد إزاحة الصورة البشعة التي رأيناها 7 أكتوبر. هذا اللي بقول لك. طبعا بقول لك يعني يا صديقي العزيز، هل تريد سبيل المثال أنه أنت حضرتك مستعد أن تكون تقول أنه كانت مجازر؟ ضد مين؟ مستعد؟ ضد مين؟ هلا ما يحدث في غزة، ما هذه؟ ما الذي حدث في غزة؟ شفت لا تريد أن تجاوب هذا أنا السؤال. بسألك، أنا اللي شفته بعيني مجازر في غزة، أقول لك نحن وشفت نرى، المجازر في جنوب إسرائيل؟ بس احنا ما شفنا العدد اللي بتشوفه بغزة يا يوسي. بقول لأقول لا 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 شوف، يوسي معناها يوسي أنا يوسي يجب أن يوسي يكون توازن يعني. خلينا نحكي بالصورة الظاهرة أمامي وأمامك الآن. أنا شفت 15,000 فلسطيني، 6,500 طفل كلهم منهم. شفتهم؟ شفتم كل ولا ما واحد شفتم؟ شفته؟ شفتم ولا ما شفتم؟ شوف، أنا بقول لك جاوبني لا، أنا يوسي. بقول لا، يوسي طلع شفت طلع ال طلع 15,000 اللي قتلوا في غزة أنا ولا ما ودي شفتم؟ توازن. لا طلع، أنا ودي توازن. هل شفت المجازر التي ارتكبت في جنوب إسرائيل؟ أنا شفتها. طيب انت أنت شفتها، شفتها انا اللي بدي بعينك، اقول لك اياه وهذا مشان اريحك، مشان اريحك يوسي يوسي لأنه تريد أن يوسي. تلغي هالأشياء. لا 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 يوسي، طيب عشان كيف اريحك بس اعطيني كان مجال، المتفاوض مع انه إذا انتهى من الوقت، جهتك أنت؟ مع انه انتهى الوقت. لا يوجد عاقل يؤيد قتل طفل، امرأة، مدني. ماشي، بس انا قل أنا لي عن معك ال15,000 اللي أنا سقطوا في معك غزة. أنا قل لي على المجازر في جنوب إسرائيل. أنا أولا بقول لك على اللي لأنه شفته يا لا، بقول يوسي. لك التاريخ، لا لا صديقي العزيز، التاريخ ما بدأش قبل يوم. التاريخ، هذه الجولة الدموية بدأت 7 أكتوبر. لا، هو بدأ إذا بال أنت 48، مستعد تتكلم، هي بدأت طلع بال طلع 48 إذا يا أنت مستعد يوسي. يوسي إذا أنت طب شوف، أنا مستعد بدي أن تتكلم عن يوسي 7 أكتوبر. أنا قبل 5 دقائق حكيت لك إنه معك دقيقة، صرنا متجاوزين الوقت، نتحدث في موضوع آخر فقط لأنه انتهى الوقت، يعني ليس لمنعك عن الكلام. شكرا مثل أبيب، أنا معك يا خلص في أنا حوار معك يا آخر الأيام مقبلة، ولنا حوارات أخرى في موضوعات مختلفة. إن شاء الله من تل أبيب يوسي يونا، عضو سابق في الكنيست.